الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، نواصل شرح كتاب شرح السنة للإمام البربهاري عليه رحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: والإيمان بأن الجنة حق والنار حق وأنهما مخلوقتان، الجنة في السماء السابعة وسقفها العرش، والنار تحت الأرض السابعة السفلى وهما مخلوقتان، قد علم الله تعالى عدد أهل الجنة ومن يدخلها وعدد أهل النار ومن يدخلها، لا تفنيان أبدا، بقاؤهما مع بقاء الله أبدا الآبدين، ودهر الداهرين. وآدم عليه السلام كان في الجنة الباقية المخلوقة فأخرج منها بعدما عصى الله عز وجل. طيب، قال وآدم عليه السلام كان في الجنة الباقية المخلوقة. آدم عليه السلام هو أبو البشرية حقيقة، وقلت حقيقة لأنه في بعض الملاحدة أنكروا أن آدم هو أول البشر وهو أبو البشر، وألفوا في ذلك كتبا ومصنفات باطلة كفرية. وآدم هو أول بشر وهو أبو البشر وهو أول نبي عليه الصلاة والسلام، أما أول رسول هو نوح عليه الصلاة والسلام، وخاتم الأنبياء والمرسلين هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال وآدم عليه السلام كان في الجنة، لكن يا تجنة، ابن كثير رحمه الله نقل بعض الاختلاف في الجنة التي أسكنها آدم وحواء عليهما السلام، هل هي جنة المأوى وجنة الخلد، أم هي جنة بمعنى حديقة في الأرض؟ والصحيح أنها هي جنة شنو؟ المأوى، جنة الله عز وجل. ما هو الدليل من الكتاب أو السنة؟ أيوة أسف، فهمت السؤال يا جماعة؟ أول حاجة فهمت السؤال، قلنا الصحيح أن الجنة التي أسكنها آدم وحواء هي جنة الخلد دار المأوى، والجنة التي يدخلها المؤمنون يوم القيامة هي نفسها. الدليل شنو؟ أيوة. ها؟ نعم، إن ربنا سبحانه وتعالى أمرهما بالهبوط منها، فهذا دليل على أنها هي الجنة التي فوق، هي التي بالسماء، وهي جنة الخلد. نعم، العلماء قالوا كذا. ثاني، ها؟ اسكن أنت وزوجك الجنة، وين الدليل يعني؟ وجه الاستدلال وين؟ ما هم بعض العلماء قالوا الجنة، صح هي كلمة جنة جاءت في القرآن، لكن مقصود جنة حديقة. بعضهم قالوا هي يعني غير التي في السماء، إنما هي في الأرض، وقيل وقيل وقيل. وبعض أهل الضلال قالوا هي جنة عدن، زي ما قالوا المعتزلة والقدرية، قالوا مو جنة عدن التي في السماء، قالوا هي جنة بمنطقة عدن وهي في الأرض، وليست جنة الخلد التي في السماء. أول الآيات المعتزلة والقدرية. فأخونا مجتبى ذكر آية وهي دليل، لكن وجه الاستدلال من الآية شنو؟ ها؟ ابن كثير قال الدليل اسكن أنت وزوجك الجنة، قال الألف واللام للعهد الذهني هنا، للعهد الذهني، فالمعلوم أن الجنة هي جنة الخلد، فقال الألف واللام للعهد الذهني، وهذا يرجع ويدل على أنها جنة المأوى وجنة الخلد. ثاني من الأدلة، أيوة،
فتشقى. ده دليل قوي من أخونا جزاه الله خير وكلام قوي يعني. فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. قال كلمة فتشقى دليل على أن الجنة دي هي التي ليس فيها شقاء، يعني بمعنى آخر ليس فيها شقاء، ومن خرج منها فسيشقى. هذا دليل على أنها جنة المأوى. وبرضو الشيخ ربيع ذكر حديث احتجاج آدم وموسى عليهما السلام في نفس المعنى، ذكر أخونا ده إن موسى قال لآدم أنت الذي أخرجتنا من الجنة، أنت الذي أشقيتنا في رواية، خلاص. فقالوا ده دليل على أنها هي الجنة التي لا شقاء فيها ولا يعني كدر فيها ولا بؤس فيها، وهي جنة الله سبحانه وتعالى. وشيخ ربيع قال ولو كان مقصود بالجنة جنة في الأرض حديقة، مجرد حديقة، لما لام موسى آدم، لما لام موسى آدم على حديقة، مجرد حديقة في الأرض. طيب، وأدلة كثيرة جدا جدا جدا، دي بعضها. قال وآدم كان في الجنة الباقية المخلوقة، عشان كده الإمام البربهاري قال شنو؟ الباقية. وقالوا هنا بيرد على شنو يا جماعة؟ بيرد على من قال بفناء الجنة. في ناس برضو قالوا بفناء الجنة، عشان كده قال الباقية. ويرد أيضا على الذين قالوا إنها ليست جنة المأوى، لأنه الدنيا بجناتها زائلة وليست باقية، عشان كده قال الجنة الباقية. بعد ذلك قال المخلوقة. العلماء قالوا هنا الإمام البربهاري بيرد على المعتزلة وغيرهم الذين قالوا إن الجنة والنار لم تخلق بعد، قال ربنا بيخلقها بعدين يوم القيامة. قالوا لأن لو مخلوق أسد بيكون عبث ساكت، وده كلام باطل، وبينا الأدلة على بطلانه في درس سابق. قال فأخرج منها بعدما عصى الله، أخرج آدم عليه السلام من الجنة بسبب معصيته لله سبحانه وتعالى، لما أمره الشيطان، لما أمره الله عز وجل، نهاه أن يأكل من هذه الشجرة، وأباح له أن يأكل من جميع أشجار الجنة إلا هذه الشجرة. فإبليس قال لآدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ وبعد ذاك وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، حلف لهم بالله إنه هو ناصح لهم، وإنه الشجرة دي شجرة خلد اللي بيأكلها بيخلد. فأغوى آدم وحواء فأكلا منها. بعد ذاك تاب آدم لله سبحانه وتعالى، وتاب آدم في يوم الجمعة، وأخرج من الجنة في يوم الجمعة، وأهبط إلى الأرض في يوم الجمعة، وتاب الله على آدم في يوم الجمعة كما صح الألباني الحديث. والله تعالى أعلم وأحكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. في سؤال؟ أيوة. اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. مصرا هنا ما معناته مصر دي، مصرا هنا يعني بلدا، بلدا مصر يعني بلد، يعني بلد من البلدان أو أي بلد من البلدان، فالبلد تسمى شنو؟ مصر في الآية دي تحديدا يعني اللي انت سألت عنه. ايوه قال بيسأل من قصة إنه حواء نزلت في الهند وآدم نزل بمكة، وده كله من الأمور اللي ما عندها فائدة يا جماعة، عشان كده ربنا ما ذكرها في القرآن ولا النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها في السنة. نزل وين أو ما نزل وين، ربما يكون جاء في بعض الآثار، لكن ما ذكرت في الـ في الـ في الأدلة الصحيحة، لأنه ما في فائدة كبيرة من هذا الكلام.
مما هو ما بتصلح تكون دليل إلا إذا ثبتت أصلا، ما بتصلح تكون دليل إلا إذا ثبتت. بعدك نفس الدليل. قال بي لنا منهج نزل هاشم وعبد الحفيظ العدسي، لأن عندنا مشكلة مع الشباب. العدسي ده منتهي مرة واحدة، تكلمنا عنه كم مرة وبينا إنه يحارب دعوة التوحيد ودعاة التوحيد ويسكت عن أهل الشرك، زي ما الصوفي اللي اسمه البيتي ذاك أنكر استواء الله وعلو الله سبحانه وتعالى أمام العدس في درس العدس ذاته نفس اليوم هم الأحد، والعدس صلى بيهم قاعد العيشة، قام البيت يتكلم وذاك قاعد، ده طلع بجاي وده طلع بجاي، تقول متفقين ذاته. فالعدس ده ما عنده حاجة أصلا في هذه الدعوة المباركة، زول حزبي بغيض وزول ضال وزول شغال مع ناس عبد الحيوسف الآن، الآن اشتغل تاني في قناة طيبة بقى بالسلو برامجه الفاشلة، وكذلك شغال في شبكة المشكات، الوثائق كلها قاعدة في البيت عنده، ولا يستطيع أن ينكر ذلك أبدا، لا هو ولا حواريه، كلهم ما بينكروا كلامه. أما نزار هاشم زول مصدق، أقل ما نقول فيه زول ما شغال دعوة ويريد أن يعطل الدعوة، ده الموضوع، ده هذا هو ملخص منهج نزار هاشم. أما الأدلة على صدق كلامي إنه نزار هاشم ما في، ما في، في عندك لو محاضرة عن البرع يجيبها، ولا ما اشترط يتكلم في البرع، زول مزكى من العلماء نزار هاشم ما يتكلم في البرع، كيف مزكى؟ ده أوجب زول يتكلم بالمناسبة، نحن هو مزكين، لكن قدرنا عليه والله قاعد نسويه، لكن نزار هاشم مزكى من العلماء، مزكى لو مزكى مزكى خلاص مزكى عشان يشتغل دعوة، وما اشتغل دعوه، شال الورقه بتاعت التزكيه، انا زكوني، تتكلم معاه وجماعه يقول لك زكوه، يا اخي يا ناس هذول ما في، ما عنده دعوه، يقول لك هاي لكن مزكى، فما شغال دعوه، واولى زول اذا اصلا هو التزكيه دي منطبقه عليه حقيقه، اولى زول المفترض يتكلم عن شنو؟ عن الصوفيه والبرعي ومحمد المنتصر، وما تكلم عنهم فيما نعلم ابدا، خلاص ما في اي حاجه، ولا عنده كلام واضح في الشرك والمشركين والصوفية اللافين دين، مع أنه مزكى، ده واحد. ها أيوة، عنده موقع مسميه براو راية السلف، خلاص، وهو زعيم هذا الموقع، يعني هو حامل الراية، والراية دي وينها الله أعلم، خلاص، ده واحد. اثنين، حتى شرحه لكتاب التوحيد في الموقع بتاعه فاضي، ده نزار هاشم، هو ذاته ما في، خلي كلامه في التوحيد، كلامه في الوضو وينه؟ كلامه في دين الله ده ساخت، وين نزار هاشم يا جماعه؟ وين محله؟ وين انا ده اعرف؟ واي زول بيسالني عن نزار هاشم بقول له انت شفته؟ بقول لك ما شفته، طيب وينه؟ والله اي زول، والله ما بزول سالني عنه، الا سالته قلت له شفته؟ وجاوبني قال لي لا، طيب ده كيف ده؟ ما في خالص، ولا ردوده على اهل البدع والمشركين والصوفيه، أكثر ذول بينشروا الشرك في البلد دي من يا جماعة؟ الصوفية، وين ردود نزار هاشم على الصوفية؟ ولقد شرح الأصول الثلاثة قبل أعوام، الصادق عبد الله شرح الأصول الثلاثة قبل أعوام، صادق ده لهبل شرحها قبل أعوام، دي ما بتحلك يا ناس، شرحتها أربطها أربطها بالواقع الموجود وتكلم عن الصوفية الموجودين، لأن محمد عبد الوهاب كتبها لمعالجة الواقع، ما كتبها عشان تاخذها في الرف خلاص وتشرحها يعني كذا والرب معناه كذا وبالله التوفيق وتمشي. الرب، الرب ده في ناس قالوا احنا رب، في ناس قالوا لابد تتكلم عنه، شكيل ذات لا اله، لا اله الا الله، جات لا اله اول، بعد ذاك شنو؟ بعد ذاك الا الله، اول شيء تكسر الباطل وتنفي الباطل، بعد ذاك تثبت الحق، فلو ما تكلمت في الباطل وكسرت الباطل والله انت ما شغال دعوه، مش ان زكاك عالم، مش ان زكاك عالم، ان جاء عالم من برا، ان بقى ابن تيميه شفت وزكاك وانت ما شغال صح انت على باطل بس، لانه العالم ولو بقى شفت اعلم عالم على وجه الارض دون الانبياء والرسل ما معصوم، ما معصوم، ممكن يزكيك بما ظهر من حالك وانت تكون من اخبس البشر، والعالم يكون معذور عند الله لانه اجتهد فيك واخطا وعنده اجر، لكن انت ما معذور لانك عارف نفسك مجرم وشغال بالاجرام، انت اللي بيعذرك منه، انت ما معذور خلاص. والصحابة زكوا ذول، قالوا ما أجزأ اليوم مثل ما أجزأ فلان، كان بيكتل الناس في المعركة ما خلى مشرك إلا قطع راسه برا،
النبي صلى الله عليه وسلم قال أما إنه من أهل النار. فما يزول زكو أفاضل معناته وفاضل، عرفت الكلام ده؟ وأنا أتحدى أي زول يورينا نزار هاشم وينو هالسعد، نخلي الكلام ده ذاته، أين هو؟ وينو في الدعوة؟ وينو؟ ما فيها ناس نزار هاشم خلاص؟ وبعدين قالوا بالداب، وبعدين قالوا بوكلين، وبعدين قالوا كراك، المهم في الدعوة دي ما في، في الدعوة دي ما في، في دعوة الله دي ما في نزار هاشم خلاص؟ يومتها في مجموعة اسمها منهاج النبوة لعلم الجرح ولا شنو؟ مشركين فيها، أنا مشترك فيها لأنه برسلوا فوائد وفي حاجات جميلة وناس نحسبهم منهجهم صحيح. فكل مرة بيشكروا لنا نزار هاشم، قمت يوم وريتهم قلت له هذا منهج وكذا كذا كذا. في بعض الناس ما رضوا، ما كلهم، لكن بعض الناس ما رضوا. وبقى يقولوا من هو مزمل الفقيري ولا لم نسمع به، أما نزار هاشم فقد زكاه ربيع، فإذا كان زكاه ربيع فلا تتكلموا فيه ولا تطعنوا فيه. الكلام ده من أبطل الباطل يا جماعة. شفت كلامي؟ من أبطل الباطل. خلاص؟ ليه؟ لأنه الشيخ ربيع عالم وإمام لكنه ليس بمعصوم. كلام ده لو ما عرفته أنت لسه ما عرفت السلفية. لو ادعيت العصمة لشيخ أو لصحابي ادعيت له العصمة أنت لسه ما عرفت السلفية. خلي شيخ تدعي العصمة وإنه لو زكى فلان فلا يتكلم فيه أبدا فأنت أجهل خلق الله. أفهم المعلومة دي كويس، ودي معلومة تغضب والله، وده من العصبية البغيضة ومن الحزبية ذاتها. تقال الحزبية إلا تبقى تابع لأنصار السنة أو جمعية الكتاب والسنة أو كلية جبرة، لا، في حزبية تانية برضو زي دي، واللي ده زكى فلان خلاص يسكت عنه. أنت عارف الكلام ده يعني شنو؟ أنت عارف الكلام ده ما قاله شنو في النهاية يعني؟ يعني زكى فلان زول ده بما معصوم ما بيخطي تاني، عشان كده ما تردوا عليه لأنه أصلا ما بيخطي، لأنه العالم فلان زكاه. أنا أفهمه. الإمام مالك قال وما منا أحد إلا راد ومردود عليه إلا صاحب القبر الرسول، عشان كده قلت لك حتى صحابي ما معصوم إلا الرسول صلى الله عليه وسلم. خلي نزار هاشم ولا غيره ولا غيره، فأفهموا الكلام ده يا جماعة. نزار هاشم زكوا بعض العلماء بما ظهر من الخير لهم هم في حاله، لكن الرجل كذب عليهم. واقع في السودان هنا خلاف ما أظهره للعلماء، ما شغال دعوة. اثنين، أنت شغال دعوة بعطلك. واحد من شبابه جاء في الداخلية في المسجد نصح نصيحة، واحد من أخواننا قال له ما قلت الزول ما يجوز يعمل نصيحة إلا إذا عالم رباني أو طالب علم زكاه عالم رباني. قال له تبت إلى الله من النصيحة. ده فهم؟ ده فهم؟ نزار هاشم يقول ما تعمل نصيحة خلاص في التوحيد في غيره إلا إذا عالم بقيت عالم أو زكاك طالب علم، زكاك عالم رباني وكنت طالب علم وزكاك عالم. الشيخ ربيع رد على الشبهة دي، الشيخ ربيع رد على الشبهة دي في الرد على إبراهيم الروحيلي، مش سليمان الروحيلي. سليمان الروحيلي ذاك سلفي، أما إبراهيم الروحيلي ده جابوه ناس الصافية، ناس حسن حامد هنا في الجامعة ده قبل سنة، وده زول مجرم منحرف بعظمة لسانه مسجل بالصوت من جوا مسجد البخاري. إبراهيم الروحيلي ده قال يجوز التعاون مع البدع مطلقا، والله هذه الكلمة قالها، قال لأن ربنا قال وتعاونوا على البر والتقوى، قال إلا إذا صاحب البدعة دعاك إلى خمرة أو إلى أمر أصله حرام، خمرة ولا زنا، قال لك راح نشرب خمرة أو راح نزني، قال هنا ما بتمشي مع صاحب البدعة، لكن قال يجوز التعامل معه مطلقا. هو التعامل والتعاون مع صاحب البدعة هو ذاته منكر، هو ذاته اسمه عدوان. وده تفسير الشيخ الفوزان للآية دي، قال التعاون مع أهل البدع هو في حد ذاته إثم وعدوان. قال ربنا قال ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، دي تدخل فيها قال. فده ده الحاصل. فالرجل ده ما عنده أي دعوة نزار هاشم ده، والعارف له دعوة اللي يورينا نفتشه بالفتاشة بالقمر الصناعي نشوف وين هو أصلا، دعوته دي حاشرة فيها تجحر خلاص، ما تتخدع ساكت زكاني فلان وما زكاني علان. العلماء قالوا يزكيك عملك، فقول اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، الله يبارك فيكم.